التصريح بجنبة معتدة الباب لا التعليل إلا بجنبة الرجعية. نعم، المعتدة إما أن تكون مطلقة رجعية، وإما أن تكون مطلقة غير رجعية، وإما أن تكون عدة وفاة. طيب، المرأة تعتد إما بطلاق رجعي، وإما بطلاق بائن، وإما بوفاة. هذه عدد النساء، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. فالمعتدة بطلاق رجعي يعني زوجتي طلقتها، قلت لها أنت طالق، ثم تعتد الآن، تعتد بثلاث حيضات إن كانت تحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن كانت تحيض تعتد بثلاث قروء، واللائي يئسن من المحيض يعتددن بثلاثة أشهر. طيب، إذا كانت يائسة من ما تحيض عدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض عدتها ثلاث حيضات. طيب، خلال فترة العدة طلقتها، خلال فترة العدة هي زوجتي، وذاك لا تخرج من البيت، يقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وما تغطى عني، لماذا؟ ما زالت زوجة لي، صحيح أنا طلقتها لكن هي زوجتي، ما زالت، لو مت ترثني، لو ماتت أرثها. لماذا؟ يقول هي زوجة معلقة، زوجة إيش؟ معلقة. إلى متى؟ إلى نهاية العدة. إذا انقضت العدة بانت، أي انفصلت عنك، طالما أنها ما زالت في العدة فهي ما زالت زوجة لك. إذا كان الأمر كذلك، إذا ما يجوز أن أروح أخطب وحدة مطلقة طلاقا رجعيا، يعني وحدة أحبها مثلا، سمعت أن زوجها طلقها، مو أحبها، يلا ما أحبها، ما يصير أحب زوجة واحد. المهم وحدة طلقت، امرأة صالحة وتقية وزين، وطلقت من زوجها الطلقة الأولى أو الثانية وهي في عدتها، ما يجوز أروح أخطبها. لماذا؟ امرأة متزوجة ذات زوج، إذا انتهت عدتها خرجت من ذمة زوجها، طالما أنها في العدة فهي ما زالت زوجة. شلون تخطب واحدة متزوجة؟ ما يصير تخطب امرأة متزوجة. فإذا المعتدة من طلاق رجعي، سواء كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لا تجوز خطبتها بحال من الأحوال. لماذا؟ زوجة الغير. طيب، البائن البينونة بينونتان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى هو إذا طلقها الطلقة الثالثة، طلقها الأولى ورجعها، طلقها الثانية ورجعها، طلقها الثالثة، ما يقدر يرجعها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها الثالثة بانت منه، هذه الآن حتى لو مات لا ترثه، ولو ماتت لا يرثها. لماذا؟ بانت منه، فصلت منه بالطلاق الثالث، فهذه بينونة كبرى، يسمونها بينونة كبرى. كذلك هناك بينونة صغرى، مثل طلقها وانتهت عدتها، إذا انتهت عدتها بانت منه بينونة صغرى، يقدر تزوجها لكن شنو؟ بعقد جديد ومهر جديد ونفس الأول، لكن اللي ثلاث لا، لازم تزوج واحد غيره. هذا الفرق بين الكبرى والصغرى. الأمر الثالث أو الطلاق البائن كذلك، إذا طلقها قبل الدخول، عقد عليها وقال له أبوها زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله وعلى المهر المسمى بيننا، قال قبل، تم الزواج؟ أسألكم، تم الزواج؟ تم الزواج. بعد يومين اتصل على العمة قال عمي بنتك طالق، أو اتصل عليها قال لها أنت طالق، لا دخل ولا جلس معها ولا خرج معها، هذه يسمونها طلاق قبل الدخول، يسمونها طلاق قبل الدخول. هذه كذلك ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهذه ليست لها عدة. هذه أيضا تبين بينونة صغرى، وكذلك تبين بينونة صغرى إذا طلقها القاضي، ويسمون الطلاق للضرر، اشتكت ما يصلي، يؤذيني، يضربني، لا ينفق علي، المهم ذاك مجنون،
ذكرت أسبابا مقنعة للقاضي فأمره القاضي أن يطلقها، هذا يسمون طلاق القاضي، يسمون طلاق القاضي. تبين منه كذلك بينونة صغرى. الرابع إذا كان فسخ، إذا كان شو اسمه بخلع، البعض يسميه طلاق البعض يسميه خلع. المرأة هي ما تبي زوجها، قالت لفلان أنا، قالت كم أمهرتني؟ قال 5000. قالت تفضل هذا 5000 فكني منك، ما أبي أعيش معك، ما أبي أعيش معك، خلاص ماني مرتاح لك. أنا شفين ما فيك شيء، أكرهك، ما حبيتك، ما ارتحت معك. يعني أحيانا يكون الرجل هو إذا ما حب المرأة يقول لها طالق. طيب المرأة ما حبت الرجل، ما تقدر تقول له طالق، لأنه هو اللي دافع المهر، هو اللي باذل، هو اللي أثث الشقة، هو اللي كل شيء عليه. طيب طيب هي إذا هي ما تبي ترجع له مهره. فالمهم خالعته، خالعته وطلع. أو كان فسخ، فسخ مثلا واحد تزوج واحد بعدين طلعت أخته بالرضاعة، هذا فسخ. أو تزوجها وارتدت، فسخ، هذا يسمونه فسخ للنكاح. فالمهم هذا كله بينونة صغرى، هذا كله بينونة صغرى تبين منه. البائن بينونة كبرى يجوز أن يخطبها تعريضا وليس تصريحا، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني مثلا بانت من زوجها بينونة كبرى، طلقها الثالثة، وهذا سمع أن زوجها طلقها الثالثة، أو مات زوجها عنها، حتى المعتدة من وفاة مات زوجها، أو طلقها وانتهت، إذا انتهت عدتها أمر ثاني خلاص. طيب طلقها الطلقة الثالثة، أو خالعها، أو خالعته عفوا، أو فسخ، يأتيها إذا تعتد فيأتيها يقول لها إذا انتهت عدتك ذكريني. هذا ما يقول لها بخطبك، لا، ما يصرح. وإذا قال الله تبارك وتعالى جنى عليك فيما عرضتم، تعريض، أنا قاعد أقول لي مرة ودي ألقى مرة مثلك، زين والله مثلك ما تفوت، يعني يعطيها كلمات إيحاء إن ودي تزوجها، لكن ما يقول لها أبخطبك أو بصريح العبارة، وإنما إيحاءات. نعم. يقول ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى، لا التعريض، التعريض جائز يعني. طيب إلا بخطبة الرجعية، لا تصريح ولا تعريض. الرجعية لماذا؟ زوجة، زوجة معلقة. نعم.